ما هلا نور رح نروح على محطتنا التاليه، ومنذ ايام افتتح بالتكيه السليمانيه معرض 2020 المنتجين حلب الشباب، المنتج بطل حقيقي، طبعا مساحه خاصه تضمنت العديد من المنتجين، اكثر من 77 طبعا منتج مشارك من مختلف الصناعات والتجار الحلبيين، اليد السوريه اللي فعلا قدرت تتحدى الظروف وتبدا بمشاريع صغيره تناهية الصغر لحتى يصبح المشروع أكبر وأكبر. طبعا من المعروف عن حلب الغذائيات والملابس وغيرها، ولكن طبعا الطعمة الحلوة معروفة بحلب. رح نروح لأحد الأقسام وهو الغذائيات، ومنه نستضيف أحد المشاريع، مشروع كريستال للغذائيات، رح نتعرف أكثر عليه مع السيدة أني ماكروسيان. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا، صباحك ميت سلامة. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك على شاشه الاخباريه السوريه. بدنا نوجه اكيد تحيه لكل المشاركين بهيدا المعرض. قديش مثل ما قلتي بالبدايه، رغم كل الظروف دائما الايد السوريه والحلبيه ببلش من جديد. خلينا نحكي عن مشروع كريستال، هالمشروع كيف بلش؟ شو فكرته؟ نعرف عنه للناس اكثر. مشروع كريستال هو عباره عن مشروع لحفظ وتجميد الاغذيه المجمده، الخضروات والفواكه. مشروعنا الحقيقة كان قائم قبل الحرب بال 1995 أسسناه، هي مشروع عائلي نشتغل فيه أنا وزوجي وهلأ أكيد ابني معي كمان. بس بفعل الحرب 2013، الإرهاب اللي ما كترك حجر وبشر اللي إجانا على سوريا وعلى حلب خاصة، دمر المشروع تماما، صار على الأرض. بس أكيد نحن ما يأسنا، بال 2018 رجعنا أسسنا من أول وجديد، عملنا ورشة صغيرة وبدينا فيها. بس بعد ما أجانا دعم من سيادة الرئيس ومنتشكره كتير، قدرنا نكبر المشروع شوي شوي، خطوة خطوة، وهلأ يعني قدرنا ندخل فيه آلات طبعا خطوة خطوة، وهلأ كبرنا وشوي شوي أكيد رح نكبر أكثر. أكيد يعني مدام أنا مثل ما حكيتي المشروع بلش بورشة صغيرة، وإن شاء الله رح نشوفه أكبر وأكبر. مثل هاي المشاريع يمكن بنشوف أنه أنتوا هلأ عم بتضاهوا أو عم بتنافسوا شركات إلى أسماء، وخصوصا لما بنحكي على الغذائيات كتير ناس بيخطر ببالها أنه بدها أدوات كتير، بدها معايير، بدها جودة معينة. كيف قدرتوا تحافظوا وتقدموا للمستهلك منتج فيه كل هالمواصفات وبنفس الوقت بأسعار بتنافس المنتجات اللي عندها معامل كبيرة عم تنتجها؟ طبعا اللي الشغلة اللي يعني بتخص الجودة انه نحن عنا التجميد. التجميد بحافظ على المواد الغذائية مثل ما هي، وما منضف لأبدا مواد حافظة. والشغلة الثانية انه نحن منحاول انه نركز عليها النظافة. اكيد السيدة الحلبية معروفة بإتقانها، وانه هي سيدة بيت وربة منزل متميزة، ومشان هيك نحن منحاول انه نكون نرفض الصناعة اللي عنا، نحاول نشغل سيدات ونستفيد من خبراتهم واكيد نزيد لخبراتهم اكثر كمان. طيب مع عودة المشروع ببداية 2018 فعلا قديش يمكن اخذ منكم وقت وجهد وصعوبات لتكونوا موجودين اليوم؟ يعني هي الإرادة والتصميم منا غريبة على أهل حلب، بس فعليا قديش كان في فعلا صعوبات لقدرتوا تكونوا موجودين اليوم؟ صعوبات كانت كتيرة، خاصة الكهرباء، بتعرفوا عنا نحن مشكلة الكهرباء، بس هلأ يمكن صار أحسن لأنه أفضل شوي. أفضل شوي، لا الحمد لله صار أفضل. أهم المعوقات كانت الكهرباء، وطبعا الحصار اللي هلأ قائم علينا كمان. بس أي معوقات ما تعيقنا ابدا، ونحن مصرين على النجاح، واكيد اكيد اكيد رح ننجح ان شاء الله. اكيد يعني دائما هي الروح هي اللي بتعطي اي مشروع استمراريه. الاستمراريه بتكون هدف عند كل شخص من 2018 لليوم. الخطوه كبرت وكبرت، لوين لسه ناويين تكبروا اكثر؟ مثل ما حكيتي حضرتك انتم عيله عم تشتغلوا، بلشتوا تدربوا سيدات وتستفيدوا من سيدات لهم خبره طبعا ببيوتهم، لوين لسه حابين توصلوا اكثر بكريستال؟ افق العمل بالمجال الغذائي كثير كبير، كثير واسع، اكيد ما راح تحدنا ابدا الصعوبات وما راح تحدنا الحدود. قد ما اشتغلنا في مجال لنكبر، في مجال لنكبر كمان، وفي مجال لنساهم نحن كمان. ان شاء الله ما بنشوفكم بس بحلب، ان شاء الله نشوفكم بجميع المحافظات السوريه. تماماً. بس
يمكن مثل ما قلتي رغم الصعوبات ورغم الحصار دائما بتلاقوا مداخيل، يعني هيك زواريب مثل ما بنقول، بتلاقوا الحاجه هو ام الاختراع، يعني الحاجه هي ام الاختراع. يعني قديش قد ما رافقتنا هي الاراده والتصميم بتعطيكم دعم معنوي، لانه في كثير من الناس بتقلك لا تعبنا ما عدت قادر انا اشتغل، وصلت لمرحله مثل ما قال السيد الرئيس امبارحه لما زارنا وشجعنا كثير، قال كثير ناس بالازمه خاصة بحلب يأسوا وبكوا، يعني الإنسان لما بيبكي يعني يمكن بيستنى أنه حدا هو اللي يدعمه ولا هو اللي يدفعه للنجاح، بس نحن ما يأسنا، بالعكس الصعوبات مثل ما حضرتك قلتي هي اللي دفعتنا أنه لا نحن ما رح نرضخ للصعوبات، رح نشتغل ورح ننجح ورح نطلع من هالأزمة أحسن من قبل. ويمكن المشاركين بالمعرض والعدد الكبير اللي كان هو أكبر دليل على هالشيء، قديش من ولا شيء قادرين تعملوا فعلا في أفكار حلوة، في مشاريع حلوة كتير، في الألبسة وفي حتى صناعات، في عنا مفروشات غذائيات. أكيد مدام آني، يعني اليوم وجودكم بقلب دمشق، وجود خليني أقول مجموعة كبيرة من الصناع والتجاريين، هي فرصة مهمة اليوم، وخصوصا أنه المعرض عم بيزوره أشخاص كتير. بدنا نرجع نذكر أنه المعرض عم يفتتح يوميا من الرابعة للتاسعة مساء بأتكية السليمانية. بلش وقت بلشنا خلينا نقول العرض المباشر مع الأشخاص وزيارتهم من يومين، كيف شفتي الناس خصوصا قسمكم دائما بيكون عليه ضغط، اول ما الناس بتقول الاقبال كان رائع، شامين ريحه الاكل من برا بفوتوا على قسم الغذائيات. الاقبال كان رائع، وفي كثير صار معنا، يعني انه اجونا ناس تجار، ويمكن هذا بده يصير مجال لنا لانه نافذه لنا لحتى ندخل على السوق. هذا اهم شيء، هذا هو المعرض، هو واجهه للصناعي او للتاجر حتى انه يدخل لمجالات جديده، لاسواق جديده، وهذا هدفنا انه نحن ما ننحصر بحلب ونطلع لبرا وننتشر. يمكن ذكرتي كثير نقطة مهمة مدام آني، انه هي المعارض هي بتساهم لتسويق منتجاتكم، قديش مهمة هيك معارض للمشاركة بالمحافظات الأخرى للتعريف على المنتج السوري، لأنه هو محارب خارج تمام. بلاده، فالتسويق ضمن البلد بالمحافظات السورية، تسويق ضمن البلد للمحافظات السورية، بس نحن بفضلكم بفضل الإعلام أكيد ما بيقدروا يحصرونا. هن بيحصرونا يمكن بالعقوبات، بس الإعلام النت هلأ صاير منتشر بكل العالم، هلأ نحن عم بيشوفونا بكل طبعا. العالم ما رح يقدروا يحصرونا أكيد. بالختام نتشكرك، نقول لك يعطيكم العافية، موفقين. تحية لك ولطبعا زوجك وابنك اللي معك بالمشروع، ولكل طبعا أهلنا بحلب الموجودين هون، نتمنى لكم التوفيق. شكرا شكرا لكم، نتشكرك كثير، نتمنى لك التوفيق والنجاح بجميع خطواتك القادمة، وإن شاء الله يا رب نستضيفك يكون عندك مشاريع بباقي المحافظات. شكرا كثير لك. شكرا.